الشعب يريد تحرير فلسطين 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 يا زواري يا شهيد على دربك لن نحيف 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 أوفياء أوفياء لدماء شهداء أوفياء أوفياء لدماء شهداء أوفياء أوفياء لا مقرونة ولا نداء 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 لا مقرونة ولا فرماش قيس سعيد في قطاش لا مقرونة لا فرماش قيس سعيد في قطاش لا مقرونة لا فرماش قيس سعيد في قطاش لا مقرونة لا فرماش قيس سعيد في قطاش Oh!
سيدك عذابنا يا يما هيدك تحتنا يا يما هيدك قوية يا يما دك في داية يا يما فيدك عذابنا يا يما هيدك تحتنا يا يما هيدك قوية يا يما دك في داية محلى القعدة عالمي ومحلى الربيع محلى الثورة التونسية ضم الجميع احنا تعرفنا بالنظام هكا ولا ما بقاش معايد التزمير وراس سيركل باش نحتفلوا كل ما بعدنا فما عباد كيف هتوخ راي جاي ربي بدي ربي اللي حبنا باش نعمل في الموت كبير وراي الفريق الولاد فما عباد كيف هتوخ يهديكم ربي حتى للحماية والله كلنا فرحوا مع بعضنا هيا الولاد إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب الخدر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للخيل أن ينكسر تحية دولية إلى شباب ولاية صفاقس تحية دولية إلى الشباب الذي خرج يوم 12/2011 وعاد يوم 15/9/2019 وأكمل الضربة الخامية 13/10/2019 أنتم أيها الشباب، أنتم أحرار الوطن.